كان جدي الله يرحمه كيقول لي واحد المقوله فاش يلاه خدمت في التجاره اش كيقول لي اسمع وليدي دخل شويه وشيط بزاف الا بغيتي تزيد لقدام الوغ الا بغيت نعيش الدور غندخل شويه وغنصرف داك الشويه ونفوت وندخل في الكريدي ما غنزيد ترجع وانا في البدايه شنو خاصني نكبر وكيفاش بغيت نكبر وانا كنصرف اكثر ما كندخل دونك اوتوماتيكمون يلاه بديت دخلت بواحد راس المال الحساب اللي خصني ندير مع راسي هو من هنا عام راس المال خصو يكبر من هنا عامين يزيد داك راس المال يكبر من هنا يعني فاش كندخل الفلوس كنخرج شويه نخشي في جيبي وشي لاخر كنعاود نحطها في راس المال فهمتي ولكن ماشي النهار الاولاني يلاه فتحتي شركه مشيتي للبنك درتي كريدي ركبتي على طوموبيله واعره وشريتي لي نظار كحلين ولي دوا معاك كتقول لي انا اونتربرونور فهمتيني وكتجي كدير لي كارت فيزيت شنو فيها سي اي او بريزيدون ديريكتور جينيرال اللي كيدير بريزيدون ديريكتور جينيرال في لا كارت فيزيت ديالو كيكون عنده ان مينيموم ديال 1500 ديال البشر عنده في الشركه اما كاين غير انت قلت لي الرسول صلى الله عليه وسلم فاش كان كيدير الدعوه كانت الدعوه سريه ولكن شنو هو اللي فرق الدعوه من سريه ولا جهريه هو سيدنا عمر بن الخطاب والقصه فاش كنت كنقرا طرات فيا بزاف سيدنا عمر بن الخطاب كنعرف الشخصيه ديالو قويه وفاش سيدنا عمر بن الخطاب سلم ومشى عند الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل الاسلام بدا كيكبر الله اكبر قالوا ليه صح اسكت غيسمعونا ويدور عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي نحن على حق اللي اللي بغى يسمع يسمع وهاد النقطه بالذات وليت كنخدم بها انا في حياتي باش ما كنبغي ندير شي حاجه في حياتي كنسول راسي انا على حق والحق هو الله سبحانه وتعالى واش انا كنصب على الناس واش كنبيع شي حاجه فيها العيب واش داكشي اللي كندير فيه ماشي مزيان الا كان اخويا ماشي مزيان رب السيف ما نحس بالضعف وما تجينيش ما تكونش عندي الشجاعه ولكن فاش كنشوف بان الامور كامله اللي كندير مقاده وغاده في داكشي اللي طلب الله سبحانه وتعالى مني ما كنغش ما داير الريبة ما كنكذب على الناس ما كنديرش تدليس ما كندير حتى حاجه من هادشي المنتوج ديالي متاكد 200% بان فيه منفعه لاخويا المسلم انا على حق وكل الله سبحانه وتعالى ونزيد لقدام شجع ونزيد لقدام ما عندي ليش نرجع الله صافي عاش غيطرا كاف كل على السيد ربي وزيد فوقاش تخاف الا كنتي حيت فاش كتكون على حق كيكون الله معاك فاش كتكون على باطل كتكون بوحدك احسن مثال كيقول لك الا قريتي 100 كتاب ديال العومان وجيت لحقتك في البحر واش غتعوم ما يمكنش تعوم فين كتعلم العومان في البحر بلا براتيك الكتب اللي قريتي راه ما غينفعوكش وهذا الخطا كنطيح فيه انا شخصيا بيرسونيلمون كنطيح في هذا الخطا وانني كنمشي كنشوف الكتوبه وخصني نقرا على المقاولين وخصني نقرا على لي زونتربرونور وخصني نقرا على الناس اللي دايرين التجاره والكورسات فين ما كان شي كورس نمشي نشريه ونتفرج فيه ونسميتو ورقه وسيلو ونكتب وكنلقيت راسي في داكشي كامل ما كنتعلم حتى حاجه حيت ما كنبراتيكيش الا ما براتيكيتي والو ما غتعلم والو حاجه قريتها راه غنعرفها دابا وندوي مع الدراري صحابي في القهوه عليها ولكن فاش غيدوز سميتو غلقى راسي ما شديت حتى حاجه واغلب الناس كنرجعوا لهاد النقطه هذه ديال كثره النصائح انه كيمشي عند فلان نقول ليه عافاك عطيني نصيحه بغيت ندير مقاوله نمشي عند الاخر عطيني نصيحه نصحني الله يخليك بغيت ندير مقاوله واحد فينا ما معطل حتى واحد فينا ما متاخر على داكشي اللي باغي يكون ولا داكشي اللي باغي يدير هادي هي احسن حاجه سمعت اليوم كل واحد فينا كيجري في المجال الزمني ديالو كاين اللي تخرج من الماستر في عمره 22 وتسنى 5 سنين باش يخدم وكاين اللي في عمر 25 ولا مدير شركه ومات في الخمسين في حين واحد اخر ولا مدير شركه حتى دار 50 عام وعاش 90 عام اوباما تقاعد من الرئاسه ديال الامريكان في عمره 55 عام في حين ترامب ما شد الرئاسه حتى دار 70 عام في عمره كل واحد فينا كيجري في المجال الزمني نصمم نشرف ننفذ لكننا لسنا كغيرنا نضع بصماتنا على الديكورات الداخلية والخارجية بعيدا عن النمطية ونحلق عاليا في سماء الجمال والدقة والتنسيق في الألوان والأعمال نصمم نشرف ننفذ لكننا لسنا كغيرنا نضع بصماتنا على الديكورات الداخلية والخارجية بعيدا عن النمطية ونحلق عاليا في سماء الجمال والدقة والتنسيق في الألوان والأعمال نصمم نشرف ننفذ لكننا لسنا كغيرنا نضع بصماتنا على الديكورات الداخلية والخارجية بعيدا عن النمطية ونحلق عاليا في سماء الجمال يا من له ستر علي جميل هل لي إليك إذا اعتذرت قبول أيدتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مسبول فلك المحامد
والممادح في الثناء. يا من هو المقصود والمسؤول، يا من هو المقصود والمسؤول. ان هذا هو الباترون، الله يبارك ليه والله يسر، كيربح الفلوس. ولكن عرفتي علاش يا عزيزي الاجير علاش كيربح الفلوس؟ لان سي ان ريسكور، كيغامر بوقته فلوسه، كيضحي بعائلته، كيضحي بصحته على قبل داك البيزنس اللي انت كتاكل منه الخبز. انت ما كتضحي بوالو، انت كارينا الوقت ديالك، بينما هذا كي ريسك كي انفيستي. انت توي كونسوماتور، السالاري سي ان كونسوماتور، لونتربرونور ولا انفيستيس. فين ما وصلتي اعتبر راسك انك مازال ما بديتيش. هذه هي النصيحه اللي نعطي لا نوفيل جينيراسيون. وهذا لا نوفيل جينيراسيون الحاجه الوحيده، السؤال ثم السؤال ثم السؤال والاحترام. ما غنعجبش كل شيء، راه امبوسيبل نعجب كل شيء، راه من سابع المستحيلات ان كل شيء يرضى عليا وكل شيء غنعجبه. ولكن المهم والاساس اللي خصني نعجبو شكون هو؟ هو سيدي ربي والله سبحانه وتعالى. اما الناس غايقولوا لك وغايقولوا لك وغايقولوا لك وغايقولوا لك، وكل واحد فينا كيالف قصه ديالو اللي هو فيها البطل واللي كتخليه ينعس مرتاح بالليل. اللي ما عارفينش القدره الخارقه ديال التمرين والقدره الخارقه ديالاش ديال التكرار. راه كتقلت لهم واحد النهار بانك انت فاش كتجي الى طورتي راسك غير ب 1% 1% كتبان لك لا، كاين اللي كتقول لي 1% كيقول قليله قليله بزاف 1%. وانا غنعطيك واحد العمليه حسابيه درناها، انك فاش كتطور راسك الى طورتي راسك غير ب 1% في واحد المجال، ياك 1% كل نهار، ونضبطتي على ديك 1% وبديتي في 1 يناير في بدايه العام، اخر العام في 31 ديسمبر غتلقى راسك 36 مره احسن. تخيلي معايا غير 1% مع التكرار، شوف النتيجه اللي عطات. فهمتيني ولا فهمتيني؟ اللاعب ديال الكره اللي كيضرب الكوفرات الا جا كيطور راسه في الكوفرات غير 1% في النهار، في اخر السنه كيلقى راسه تطور 36 مره احسن من النهار الاولاني فاش بدا. داكور، يعني ما نبقاوش نحقروا داك المجهود الصغير جدا اللي كدير. انت مجهود صغير كيقول لك بزاف الناس، كيقول لك باش تمشي الحياه الصحيه بدا بزاف الناس اللي ما بغيتي تنجح في الحياه ديالك. دخل سوق راسك، خدم على راسك، خلي خدمتك هي اللي تهضر عليك، ما تهضرش بزاف، ما تديرش لنا فهم الطور انك فاهم بزاف، فهم على قد خدمتك وخلي خدمتك تهضر عليك. كنتمنى لكم النجاح والفلاح والصحه النفسيه والسلام النفسي. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو ان لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا أعمالنا وبها سمات أسماؤنا، نمضي وتبقى هاهنا آثارنا.